المهرجان هذه السنة الحمد لله يعود ويعود بقوة. سنتان من الجفاء اللي دارتها كورونا التي تميزت بها كورونا، وصراحة أننا العودة هدف في العلاقات وهاد الضيوف اللي جاونا نتمنوا أننا نكونوا في المستوى ديال الاستقبال ديالهم، لأن كاين منهم اللي قطع آلاف الكيلومترات باش يجي الوجدة. الجديد ديال هذا المهرجان دائما يستمر في التيمة المغاربية، أفلام مغاربية بتيمات تقريبا متقاربة. هناك الهم المغاربي والمشاكل المغاربية هي مشاكل تقريبا تهم تكون موحدة، والعالم العربي نفس تقريبا مشاكل اجتماعية، وتحاول السينما أنها تعطينا واحد نظرة عليها، ولكن مازال ما وصلناش أننا نقولوا أن عندنا سينما مغاربية. هناك محاولات، هناك ناس يحاولون يجتهدون أنهم يديروا إنتاجات. المهرجان غني بشكله الجمالي لأننا نركز على الجمال، الواجهة، الافتتاح، الاختتام، السجاد الأحمر، ولكن في العمق دياله هناك نقاشات، هناك ندوات، هناك ماستر كلاس، هناك ورشات للعموم. إذن نحاول أن نستمر. العروض ديال الأفلام هي عروض غنية، عندنا ثلاثة أفلام تعرض لأول مرة على المستوى العالمي، وهذا شيء كبير وشيء مهم بالنسبة لنا. هذه أول مرة عندي في مدينة وجدة، أنا مغربية وأول مرة عندي مدينة وجدة، أول مرة عندي في الشرق ديال المملكة. هذا شرف لي أنني نتواجد في الدورة 11 ديال المهرجان السينما المغاربي ديال مدينة وجدة. دورة 11 ما جاش من فراغ، جات من تبادل، من عطاء، من مثابرة، من ناحية المركز السينمائي المغربي، أو لا من ناحية المنظمين اللي كيتابروا باش أنهم يجمعوا الثقافات العربية والثقافات الإفريقية كلها مع بعض في هذه الفعاليات. هذه هو متنفس للسينما نتاع شمال إفريقيا بشهادة جميع تعبيرات المشهد الفني في المغرب العربي، نقاد، مخرجين، تقنيين، ممثلين. أنت تشاهد هناك حضور كمي ونوعي. كانت المرة الفارطة مصر حاضرة بقوة في شخص شريف منير، تم تكريمه كفنان المهرجان. يتم الانفتاح على بعض يعني الدول غير المغاربيه كمصر، لان مصر هي قاطره الفن بطبيعه الحال. كانت غادي تحضر جمانة مراد، اللجنه قالت لي اعتذرت لظروف شخصيه. نعم، المهرجان اصبح رقم صعب في الدوره 11. المهرجان بعد ازمه كورونا الان يرمم اشلاءه لكي يصبح قويا. لقاء السينمائيين المغاربة ووجود ضيوف من السينما الأفريقية أو من السينما المصرية أو من السينما الأوروبية، أعتقد ده احتكاك ممكن نقول من المستوى العالي، إنك بتختلط بأكثر من مدرسة سينمائية. المرة هذه أنا عندي من 2019 حتى اليوم، يعني فرحانة إنه رجع المهرجان بعد أزمة كبيرة عالمية، وإن شاء الله نتمنى له كل النجاح. وجود المهرجانات في بلداننا العربية بصفة عامة وفي المغرب العربي معناتها شيء مهم بالنسبة لنا، لأنه احنا مثل توزيع أفلامنا في قاعات السينما، أنا كي نمشي لمصر ما نلقاش فيلم تونسي في مصر، كي نمشي لفرنسا نلقى فيلم تونسي وفيلم مغربي، معناتها العلاقات بين بعض ما عندهاش معناتها ما تتعداش بطريقة دايركت بين بعضنا في البلدان العربية ولا في المغرب العربي. مهرجان جميل بناسه بكل شيء، بالفنانة ديالو يجي تسألوا معاك ملي تبغي دير شي فيلم تيسألوك، ما تيديروش شي حصار ولا شي حاجة، تيعاونوك مثلا ماديا أو حضوريا، ما تلقى مشكلة مع ممثل لا والو. وحنا سعيدين باللقاءات اللي جمعنا ما بين فنانة ومنتجين وصحافة من أي بلد. هذه السعه اللي ديالنا باش نتلاقوا معكم نتوما، تتلاقوا مع فنانين اخرين، تناخذوا على بروجي باش نتعاونوا باش نخدموا جميع. هذه من الحاجه ديال المهرجان.